اليوم تنطلق النسخة الخامسة من بطولة الفرقة التكتيكية، وأمانة يعني يمكن بنلاحظ السنة الوضع يختلف عن كل سنة. الحمد لله عدد الدول المشاركة أكثر من 48 دولة و87 فريق تكتيكي موجود يتنافسون على هذه البطولة. البطولة هاي أصبحت بطولة متميزة اليوم، فيها نقل معرفة، فيها مشاركة بين الدول، فيها أشياء كثيرة، فيها جمهور، وهذا اللي محلي يعني اليوم البطولة، عدد الجمهور الموجود والجو الجميل الموجود. فطبعا نتمنى إن شاء الله لجميع الفرق الإقامة السعيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة في دبي، بالإضافة نتمنى لهم التوفيق في هذه المسابقة إن شاء الله. في البداية أحب أشكركم على الاستضافة، والحمد لله فريق شرطة دبي مشارك بثلاث فرق، عندنا فريقين رجال وفريق سيدات، وإن شاء الله الاستعدادات كانت ممتازة للبطولة هاي. البطولة فيها 87 فريق من 48 دولة، لكن إن شاء الله نحن نثبت جدارة الفرق وبنبهر العالم إن شاء الله اللي حاضرين شو إمكانيات وقوة فريق شرطة دبي.